ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. مع استمرار انهيار الليرة التركية للأسبوع الثاني على التوالي، كتير ناس عم تتساءل شو سبب هالانهيار المفاجئ. رح أحكي لكم بهاي الحلقة عن سبب الأزمة الاقتصادية اللي عم بتمر فيها تركيا وكيف أثرت على كتير من السوريين. عدة عوامل سياسية واقتصادية صارت مؤخراً أثرت على الليرة التركية، بس الأثر الكبير يلي سبب انهيارها الأخير بهالشكل الملحوظ هو الأزمة يلي صارت بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد ما اعتقلت تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون وجهت له تهمة الإرهاب والتجسس، ونتيجة هالشي فرضت واشنطن عقوبات على وزير العدل ووزير الشؤون الداخلية التركيين، وحظرت بعض البضائع الصادرة لتركيا بحسب ما أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب من خلال حسابه على تويتر. ورغم أنه العقوبات بتخص 2 بس من المسؤولين الأتراك، بس الضرر كان كبير على المستوى المعيشي للشعب التركي وعلى المقيمين على الأراضي التركية بما فيهم السوريين، يلي تأثروا تأثر كبير بهالتراجع الاقتصادي بسبب صعوبة الوضع المعيشي يلي عايشينه بتركيا من سنين. وغير هيك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية تأثرت كتير من الورشات والمعامل والمصانع التركية وقللت من نسب إنتاجها وخففت من الإيد العاملة لتقدر تواجه هاي الأزمة. وكتير من السوريين بيشتغلوا كأيدي عاملة بتركيا وكانوا من المتوقفين عن هذا الشغل، وحتى التجار السوريين بتركيا اللي عندهم مصانع وورشات صغيرة اضطروا يسكروها بسبب صعوبة الانتاج بالوقت الحالي. كمحاولة للسيطرة على الموقف ومواجهة هاي الكارثة الاقتصادية، رفعت الحكومة التركية نسبة الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة على الخدمات، وارتفعت أسعار استهلاك المي والكهرباء وغيرها بنسبة 9% تقريباً. وما توقف أثر الأزمة الاقتصادية التركية على السوريين المقيمين بتركيا بس، لا، امتد كمان ليشمل السوريين بالشمال السوري يلي بيتعاملوا بالليرة التركية ويلي بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهبوط قيمة العملة رجعوا للتعامل بالليرة السورية. والحكومة التركية بالوقت الحالي عم بتحاول تحط خطط اقتصادية لتتجنب الانهيار الاقتصادي الكبير يلي ممكن يصير بالبلد. هاي باختصار قصة انهيار الليرة التركية وأثرها على السوريين. فإذا كنتوا من يلي تأثروا بهالانهيار، احكوا لنا عن تجربتكم. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.